السلام عليكم مشاهدينا، نشرة أخبار المساء من قناة حلب اليوم نبدأها بالعناوين. بعد اجتماع ضم لافروف ولابيد، روسيا ترفض استخدام الأراضي السورية ضد إسرائيل. في إدلب مشفى ابن سينا يفتتح جناحا خاصا لعزل الأطفال المصابين بفيروس كورونا ومتحوراته. الذكرى السابعة على اغتيال الصف الأول من قيادات حركة أحرار الشام الإسلامية، اغتيال أثر على بنية ومسيرة الحركة لاحقا. أكد وزير الخارجية الإسرائيلي في مؤتمر صحفي جمعه مع نظيره الروسي بعدم سماح بلاده امتلاك إيران السلاح النووي وإنشاء قواعد لها على الحدود مع بلاده. من جانبه أكد وزير الخارجية الروسي أن بلاده ترفض استخدام الأراضي السورية ضد إسرائيل أو غيرها، مشيرا إلى أن الجانبين ناقشا التسوية السورية وضرورة تطبيق قرار الأمم المتحدة 2254 وإعادة إعمار سوريا. ينضم إلينا السيد قحطان عبد الجبار محلل سياسي من الريحانية، مرحبا بك سيد قحطان. كيف تقرأ التصريحات الإسرائيلية والروسية اليوم، وهل هناك خلافا بين الطرفين؟ نعم، الحقيقة تصريح الوزير الخارجية الروسي ليس الأول بهذا الخصوص، ربما سمعناه سابقا في أكثر من مناسبة وفي أكثر من موقف، عندما تحدث أو سئل عن استهداف إسرائيل لبعض المواقع في سوريا سواء مواقع القوات الإيرانية أو مواقع حزب الله، كان واضحا جواب الوزير الخارجية الروسي، قال ليس هناك أي عداء بيننا وبين إسرائيل. فنستنتج من هذا التصريح ومن خلال ما صرح به اليوم أن السياسة الروسية قائمة على ربما ممارسة أقصى درجات كبح جماح إيران أو حزب الله من أجل عدم استهداف إسرائيل، لأن هذا يضر بالمصالح الروسية أولا وليس مصالح أخرى، سواء استهدف الشعب السوري في هذه المناطق أو في مناطق أخرى. لذلك المسألة عندما تتعلق بمصالح روسيا، روسيا تضع على مذبح مصالحها أو تضع الشعب السوري على مذبح مصالحها مهما كان الطرف الذي يستهدف الشعب السوري. فعندما يتحدث أن روسيا لا يمكن أن تسمح أو لا تقبل باستهداف إسرائيل من قبل الأراضي السورية، هو رسالة واضحة لحلفائه سواء ميليشيات حزب الله أو إيران التي الحاكم الفعلي حقيقة لهذه الميليشيات. فالتصريح الروسي أو تصريح وزير الخارجية الروسي لا يعدو أن يكون هو رسالة أو أيضا أولا للأطراف الذي يتحالف معه والذي يدعمها سيد قحطان، هل نتوقع من خلال هذه التصريحات أي تحركات عملية روسية على الأراضي السورية، لا سيما أن إيران متغلغلة في الأراضي السورية جنوب سوريا أو على أطراف دمشق؟ بطبيعة الحال الروس يحاولون حتى من خلال ملف درعا، ورأيناه يعني جليا هذه الأيام عندما قال أنه لن يسمح أو أن تبقى هناك أي منطقة في درعا خارج سيطرة النظام السوري، وبذلك يعني أن روسيا تبسط سيطرتها على مدينة درعا ومناطق درعا التي بطبيعة الحال لديها حدود جغرافية تصل إلى إسرائيل، وهو بذلك يحاول منع الإيراني من استغلال هذه المنطقة لمصالحه. فبالتالي التصريحات الروسية حول عدم استهداف إسرائيل تصب أولا في خانة المصالح الروسية، وهي رسالة للأطراف الداخلية التي تحالف معها روسيا سواء الميليشيات الإيرانية أو إيران أو غيرها أو أطراف التي تتحكم فيها إيران مثل الميليشيات الموجودة على الأرض السورية. فمسألة التحرك الروسي على الأرض هو أو جاء من خلال هذا التصريح، ربما نرى غدا في مناطق درعا وفي المناطق التي تحادي إسرائيل أن تقع تحت سيطرة الشرطة العسكرية الروسية
وتحت تخضع للسياسة الروسية بشكل أو بآخر، بحيث يمنع على هذه الميليشيات التقدم أو التغلغل إلى هذه المنطقة. ورأينا سابقا عندما تغلغلت ميليشيات إيران في هذه المنطقة استهدفت من قبل إسرائيل في أكثر من مكان وفي أكثر من موقع، ردا على تغلغل هذه الميليشيات التي تقاطعت فيها مصالح إسرائيل ومصالح روسيا في هذا. أشكرك سيد قحطان عبد الجبار محلل سياسي، حدثتنا من الريحانية. قال مراسل حلب اليوم أن قوات النظام بدأت سحب جزء من العناصر والآليات في محيط درع البلد، فيما أعلن أحد وجهاء مدينة درع البلد والمعروف باسم أبو علي محاميد، أعلن انتهاء تطبيق آخر بنود الاتفاق الذي تم قبل 3 أيام بين اللجنة المركزية وقوات النظام. وقال محاميد في منشور على صفحته فيسبوك أن تطبيق الاتفاق تم بكل يسر وسهولة، مشيرا إلى أن المعابر المحيطة بالمدينة أعيد افتتاحها بعد إغلاق وحصار استمر ل70 يوما. ونشرت مؤسسة نبأ المحلية مقاطع فيديو تظهر دخول قوات من اللواء 16 اقتحام والأفرع الأمنية التابعة للنظام إلى أحياء درع المحاصرة في إطار تطبيق الاتفاق مع اللجنة المركزية. وصلت قافلة مساعدات إنسانية قادمة من الأمم المتحدة إلى محافظة إدلب شمال غرب سوريا. وقالت وكالة الأناضول التركية إن القافلة المؤلفة من 22 شاحنة دخلت الأراضي السورية من معبر جيلو غوزو في ولاية هاتاي جنوب تركيا المقابل لمعبر باب الهوى من الجانب السوري، وسيتم توزيعها على المحتاجين في إدلب وريفها. تشهد محافظة إدلب تزايدا في عمليات القصف الجوي والمدفعي للنظام وروسيا، حيث تعرضت المحافظة لعدة ضربات استهدفت مناطق مأهولة بالسكان ومراكز مدنية وطبية. هذا وأصدر مركز جسور للدراسات تقريرا يسلط فيه الضوء على الدوافع والرسائل الروسية من التصعيد. المزيد في هذا التقرير. تصعيد عسكري من قبل روسيا ونظام الأسد تجاه المناطق المحررة في شمال غرب سوريا طال المواقع المدنية والحيوية فيها من خلال عمليات القصف الجوي والمدفعي وتكثيف عمليات الاستطلاع ورصد الأهداف في عدد من المناطق. القصف المدفعي لم يقتصر على خطوط التماس، بل وصل إلى الأحياء المكتظة بالمدنيين في إدلب المدينة، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى. كما طال القصف نقطة طبية في جبل الزاوية تعتبر الأخيرة في المنطقة، ما أدى لخروجها عن الخدمة. هذا المكان هو عبارة عن نقطة طبية كانت تقدم خدماتها لعدد كبير من سكان جبل الزاوية. طبعا الكل بيعرف جبل الزاوية هو منطقة ما فيها خدمات طبية أبدا. الشبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت مقتل 61 مدنيا نصفهم من الأطفال في قصف النظام وروسيا منذ شهر آب الفائت وحتى مطلع أيلول الجاري، مشيرة إلى وقوع 5 مجازر واستهداف ما لا يقل عن 13 منشأة مدنية في ريف إدلب المحرر. التصعيد الأخير على المحافظة دفع العشرات من العائلات في قرى جبل الزاوية إلى النزوح. تقول منظمة الدفاع المدني السوري وتضيف أنه لم يبق للمدنيين أي ملاذ آمن في شمال غرب سوريا يحميهم من هجمات النظام وروسيا. وحول أسباب تصعيد وتيرة القصف تحدث مركز جسور للدراسات عن جملة أسباب، منها عدم رضا روسيا عن التنسيق الأمريكي التركي وتفاعل الائتلاف المعارض مع ملف درعا بتلويحه الانسحاب من العملية السياسية، واستمرار معارضة تركيا لإعادة تدوير نظام الأسد واتساع نطاق الخلافات التركية الروسية في ملفات إقليمية ودولية. ليختم المركز تقريره بالقول إن سبب استهداف المدنيين هو رغبة روسيا في دفع المفاوضات إلى الأمام وتحسين شروط التفاوض. خصص مشفى بن سينا في مدينة إدلب جناحا خاصا لعزل الأطفال المصابين بفيروس كورونا، وذلك بعد الانتشار الواسع لمتحور دلتا وتسجيل العديد من الإصابات بين الأطفال.
المزيد من التفاصيل في تقرير مراسلنا خلف جمعة من داخل جناح العزل. أنفاس ضعيفة تعتمد على أجهزة الإنعاش لتستمر. وباء كورونا بات لا يستثني صغيرا أو كبيرا، والمتحور دلتا الذي ملأ غرف العناية المشددة لم تمنعه براءة هذا الطفل ولا صغر سنه من التغلغل في جسده. مشفى ابن سينا في إدلب افتتح قسما خاصا لعزل الأطفال بعد تزايد أعداد الحالات الإيجابية. صار رأسي وجعني بعد ما رجعنا عن المشفى لهوني، شافوني قالوا إن مصحتك إيجابي وبعثوني لهوني. هذا أول يوم جيت بالليل، رأسي بيوجعني وبدوخ وما بصحى على حدا. تحدي جديد يفرضه كورونا على القطاع الطبي الضعيف أصلا في شمال غرب سوريا بإصابته للأطفال بعد أن كانوا على مأمن من العدوى والأعراض. في هذا الجناح تقدم لهم الرعاية الطبية اللازمة ضمن مشفى مخصص للأطفال. يضم القسم حوالي 15 سرير بالإضافة إلى سريري عناية مشددة وجهاز سباب وحاضنة. يتم استقبال الحالات بالحالات المثبتة أو المشتبهة إلى حد كبير. يتم مقاربة كل حالة بحالتها حسب حالة الطفل تتم تقديم. فهناك أطفال قد يحتاجوا إلى عناية خفيفة أو عناية متوسطة، وهناك أحيان بعض الاختلاطات تكون شديدة يحتاجوا إلى عناية فائقة. تزايدت أعداد الإصابات بكورونا في الموجة الأخيرة لتتجاوز حد 1000 إصابة في اليوم الواحد، الأمر الذي استنفر مديرية الصحة والمنظمات الطبية التي تحذر من انتشار كبير للوباء وتؤكد على ضرورة الحذر والوقاية من العدوى. لم يعد خطر وباء كورونا مقتصرا على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، تجاوز ذلك عبر متحور دلتا لتهديد الأطفال، لذلك تم إنشاء هذا القسم في مدينة إدلب لاستقبال الحالات الإيجابية من الأطفال المصابين بكورونا. خلف جمعة، حلب، اليوم، إدلب. لم تثنه إصابته التي أدت لبتر قدمه بقصف للنظام عن التصميم في مواجهة تحديات الحياة رغم نزوحه إلى ريف حلب الشمالي. عمر أسس مشروعه الخاص على عجلة نارية وراح يبيع حلوى الأطفال متجولا في الشوارع. الله كرمني موتور 3 دواليب وماكينة غزل البنات وعم بشتغل عليهم. يعني صحيح أنا راح وطرا فيه، ولكن الإرادة والأمل هاي تولد كل يوم مع الإنسان. ما لازم الواحد يوقف يعني عند شغلة صغيرة في حياته يوقف عاجز عن الحياة، لا. طبعا هذا الموتور ماكينة موتور دولابين، ما في شيء برجلين، كله بالإيدين مارش. وبالنسبة للماكينة غزل البنات كمان شغلة يدوي، والحمد لله الله سهل علينا وعم نطالع قوة عيل العيلة باليوم الحمد لله. يعني شغلي أنا هلا عند الجوامع بما أنه في طلاب عم يدرسوا والمدارس لسه ما فتحوا، أيه. ويوميا يعني على هالغلا هذا وعلى هالمعيشة ما بتكفي بشكل يومي، لا، ولكن أحسن من بلا. يعني تشتغل مثلا ب2000 ليرة بتجيب مرتين خبز، بتجيب لك كيلو بطاطا، أحسن ما تروح تدين حق الكليين. وبالنسبة للمعاقين يعني وأنا منهم، يعني بحب أوجه له رسالة إنه العجز والإعاقة مي في الجسد في الإرادة، لما الإنسان ما يكون عنده إرادة هذا العجز. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. في القامشلي سوق القمر والعسل من أقدم الأسواق التي تقدم وجبات فريدة تشكل عامل جذب لسكان الجزيرة السورية.
مرحبا بكم من جديد في نشرة أخبار المساء من قناة حلب اليوم. تحل اليوم الذكرى السابعة لمقتل قادة حركة أحرار الشام الإسلامية إثر عملية اغتيال ما تزال غامضة التفاصيل حتى اليوم. كيف سارت الحركة وإلى أين آلت الأمور فيها؟ نعرضها ضمن التقرير التالي. التاسع من أيلول عام 2014، الخريف الأول لحركة أحرار الشام الإسلامية. لم تشهد الحركة ربيعاً منذ مقتل قادتها باغتيال ما يزال غامضاً في تفاصيل وقوعه. انفجار ما يسمى المقر صفر الأكثر سرية أودى بحياة 45 قيادياً في الحركة، أبرزهم قائد حركة أحرار الشام حسان عبود. قرأنا مجمل التجارب الإسلامية وعايشنا بعضا منها، ثم بعد ذلك استقرأنا الواقع السوري ورأينا أنه من غير المجدي أبدا أن تأتي بتجربة من أي بقعة رفعت فيها راية للقتال للجهاد في سبيل الله، تأتي بالتجربة هذه وتسقطها على الواقع السوري. منذ مقتل قادتها بدأت الحركة بالتشتت وفقدان الكلمة الواحدة، وتباينت فيها تيارات ربما كان يحاول هؤلاء القادة جمعها في صف واحد. الحركة بعد مقتل قادة الصف الأول شهدت انشقاق أكثر من 13 لواء وكتيبة عسكرية، فضلا عن التحاق كثير من قادتها بهيئة تحرير الشام. قيادة الحركة حاولت حينها إمساك العصا من المنتصف تأسيا بسياسة القادة الذين تم اغتيالهم، إلا أنهم ولضيق المعرفة خسروا أكثر مما كسبوا، فانشقت الفصائل وبقوا في المنتصف لوحدهم بحسب صحيفة العرب الجديد. العاصفة الأكبر التي تعرضت لها الحركة لم تكن داخلية وحسب، بل تكفلت هيئة تحرير الشام التي كانت تتعامل معها الحركة بشكل سياسي باستئصالها من مناطق واسعة في إدلب. بعد استمرار الحركة بالانهيار انضمت إلى الجبهة الوطنية للتحرير، رفعت علم الثورة وترأسها حسن صوفان الذي اعترض عليه قادة ممن تبقوا في الحركة، فتغيرت القيادة وشهدت نزاعا انتقلت بعدها لجابر علي باشا ومن بعده عامر الشيخ. بسم الله الرحمن. استمرت الانشقاقات في حركة أحرار الشام حتى حل مجلس الشورى وتجمدت معظم قياداتها أو مالت للجمود، واندثر الاسم الذي لمع يوما كأكبر فصيل مسيطر في سوريا، وتحول إلى تشكيل يضم ما لا يتجاوز 5000 مقاتل. ينضم إلينا سيد عباس شريفة، باحث في مركز جسور للدراسات من اسطنبول. مرحبا بك سيد عباس. كيف أثر مقتل قادة الحركة على مسيرتها؟ تحيتي لك وللأخوة المشاهدين. أهلا وسهلا. الحقيقة أن الحركة باستشهاد قادتها ومقتلهم يعني تعرضت لهزة عنيفة أثرت على تماسكها الفكري وتماسكها التنظيمي وتماسكها العسكري واتجاه السياسي. فبعد سلسلة من المراجعات وسلسلة من التحولات والتطور في فكر قيادتها الذي وصل إلى إصدار ميثاق شرف الثوري والانتقال من حالة الانعزالية السلفية الجهادية إلى الانخراط في المشاريع الثورية والمشاركة في مناقشة تأسيس مجلس قيادة الثورة إلى الانكفاء نحو السلفية الجهادية بعد قيادتها بعد وصول قيادتها الجديدة والمشاركة مع مجموعة من الفصائل الجهادية في سمى جيش الفتح، ثم توقف المراجعات والانكفاء السياسي، وهذا شهدناه في مؤتمر الرياض واحد عندما قطعت الحركة هذا المؤتمر. فإذا كان هناك انكفاء سياسي، كان هناك عودة أو ردة إلى السلفية الجهادية، كان هناك تفكك أيضا الذي توج بانفصال أو انشقاق عدد من المجاميع العسكرية عنها إلى الدرجة التي يعني اليوم فقدت الحركة هويتها كحركة
كحركة يعني تجمع بين أجنحة فكرية وأجنحة سياسية وعسكرية، وتحولت إلى مجرد فصيل بالعودة يعمل ضمن الجيش الوطني. واليوم أغلب رموز حركة الشام يعني هم غير منضمين في صفوفها أو خارج صفوفها. بالعودة إلى حادثة الاغتيال سيد عباس، من المستفيد من اغتيال قادة حركة أحرار الشام حينها؟ أعتقد هناك عدة جهات كانت مستفيدة من هذا الأمر. على أول من مستفيدين هم النظام، طبعا النظام كان في عنده تخوف أن تنزاح الحالة الجهادية السلفية اللي كان يستثمر فيها وجود الإرهابيين إلى حالة وطنية محلية. أيضا التيار المتشدد في السلفية الجهادية وجهة النصرة وتنظيم داعش وجند الأقصى كانوا أيضا مستفيدين، لأنهم أضعفوا منافسا كان ممكن أن يكون له يعني سيطرة أو له مقبولية داخل الشعب السوري، بينما هم لم يكن لهم تلك المقبولية وتلك الحاضنة الشعبية. إضافة يعني إلى تنظيم داعش يعني الذي كان يدخل في حالة صراع مباشرة وصلت لحد الاقتتال بينه وبين الفصائل الجهاد الفصائل الثورية، كان يعني مستفيد من أضعاف حركة أحرار الشام التي كانت ممكن أن تكون رأس حربة في مواجهة الغلو والتطرف في ذلك الوقت. أشكرك سيد عباس شريفة، باحث في مركز جسور للدراسات، حدثتنا من اسطنبول، شكرا جزيلا لك. ثبتت محكمة الاستئناف في باريس حكما بالسجن 4 سنوات صادرا على رفعة الأسد عم رئيس نظام بشار الأسد بعد إدانته بتهمة جمع أصول في فرنسا بطريقة احتيالية، أموال تقدر قيمتها ب90 مليون يورو بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وأدين رفعة الأسد بتهمة غسل الأموال ضمن عصابة منظمة واختلاس أموال سورية عامة والتهرب الضريبي المشدد. ووفقا لقرار المحكمة سيصادر القضاء كل الممتلكات غير المنقولة المعنية بالقضية. عقدت هيئة رئاسة المجلس الوطني الكردي في سوريا اجتماعا مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي جوي هود ومسؤولين عن الملف السوري. وذكرت الهيئة في بيان لها أن الاجتماع جاء بدعوة من الجانب الأمريكي، مضيفة أن هود أكد خلاله التزام واشنطن بالحل السياسي في البلاد وفق القرار 2254 ودعم المفاوضات بين المجلس الوطني الكردي وأحزاب الوحدة الوطنية الكردية بما فيها حزب الاتحاد الديمقراطي الذراع السياسي لقوة يبيكي. يعد القمر أو قشطة حليب الجاموس والعسل وجبة إفطار مفضلة لأهالي مدينة القامشلي شمال شرق سوريا، ويخصص الأهالي لهذين المنتجين سوقا خاصة تجذب المهتمين من كل مناطق الجزيرة السورية. الجيمر والعسل وجبة الإفطار المفضلة لأهالي مدينة القامشلي شمال شرق سوريا، ولهذا هم يخصصون لها سوقا يتردد عليها الزوار الوافدون من الخارج، إضافة لأهالي المدن المجاورة لتناول وجبتهم المفضلة، معتقدين أن مزج القشطة أو الجيمر بالعسل له نكهة فريدة ولذيذة. الجيمر أكلة محروسة جدا، يتم إنتاجه فقط في المنطقة الشرقية في سوريا، وهلا أكلة اللي يقوم بتصنيعها هن العرب الشرابيين، هن فقط من يصنع الجيمر. والجواميس تتواجد بكثرة في مدينة القامشلي في المنطقة الشرقية. اشتهر المنطقة بالجيمر. الجيمر أكلة عبارة عن حليب الجاموس، يتم غليه هي وش الحليب، وإلى مواسم موسمة مثلا بيبدأ من الشهر الرابع للشهر السادس. يمتد سوق الجيمر والعسل الذي يتوسط مركز القامشلي إلى عهد الانتداب الفرنسي على سوريا، وكان السوق قديما مخصصا لبيع الخضار والفواكه،
ثم تحول إلى سوق لبيع الجيمر والعسل، وتعد تلك الوجبات بالإضافة إلى المامونية أميز وأفضل وجبات الطعام الذي يقدمه السوق. نجي عن سوق الأجبان ها، ناكل جيمر عسل، وجبة طبيعية، وفي يعني نكون حنا ببعض الأمور نتعب وكذا، فالجيمر ينطي قوة وينطي جهد، وبالأخص العسل يعني أكلة طبيعية قوية لأن عدا الأمور الفطورات الثانية. من أنواع العسل الذي يقدم للزبون العسل البلدي والشوكي والجبلي، ويتراوح سعر الكيلو الواحد من العسل من 40 إلى 70 ألف ليرة للكيلو الواحد، في حين يبلغ سعر كيلو الجيمر نحو 30 ألف ليرة. وبالرغم من صعوبة الحياة في سوريا، يقول أصحاب المحلات إن تصدير العسل والجيمر مستمر لباقي المحافظات السورية. بهذا نصل وإياكم مشاهدينا إلى نهاية نشرتنا. لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقعنا الإلكتروني على uptoDateTV.net. دمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.